اللي بيملك 10 اهداف وهو عنده 10 و10 على 10 10 على 10 10 على 10 امامنا في الدقيقه 13 بيسجل امامنا سي ار 7 ينطلق بصاروخ ريال مدريد في هذه اللحظات باول هدف اللقاء من ركله الجزاء. ادي امامنا هنا رونالدو هو يتحصل على ركله جزاء من بيكيه ويترجم الركله بكره صاروخيه امامنا هنا حارس المرمى بينتو حاول عليها بقدمه ويعني تعدي منه ويسجل رونالدو عشان يتقدم النادي الملكي بهذا الهدف السريع في الدقيقه 14 من عمر هذه المباراه. البارسا كاد ان يسجل ولكن كريستيانو رونالدو يصنع الفارق بانطلاق